ياك جعفر اذا سمحتي الله يحفظك بعض الاخوان تيقول لك اودي كيقول لك اودي شوف مع الاخر ربما الصوت عنده ماشي هو هذاك يمكن داير الكيت ياك داير الكيت لا ما داير لا ما داير لا كيت لشي حاجه ندير 4G هذا 4G هو داير 4G ماشي واي فاي ندير 4G لا لا على كل حال سميتو حتى واحد الاخ اخر قال لك اودي الصوت مزيان الصوت مزيان صافي صافي الصوت مزيان سير على الله صافي صافي اخويا تفضل الصوت مزيان دابا لا صوت مزيان تفضل ممكن بعض المشاهدين ديالنا ممكن المهم انا كاين خطا كاين خطا كاين خطا تقنيه جعفر كاين خطا لا عندي ما كتهضر كيتقطع ما عرفتش بلاتي شوف شوف جعفر حتى الطابليت ديالها ما كتشدش الويفي مزيان خليني نعيط لك بالتليفون باش تهضر على راحتك والصوت ديالك يكون مزيان يكون حسن صافي قطع هنا قطع هنا انا نعيط لك انا كنت اعتقد بان تعيط لي من النمره الثانيه واتساب لا لا معليش ماشي هذا ابل نورمال يا بار بروبليم دابا هذا الشهر هذا نيت خلينا نتبرعوا في المكالمات ما بقى والو يلاه صافي الله 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 تفضل ومن ما نتكلم بشكل مقتضب شنو الفائده من اداره تقنيه بلجيكيه مع عارضه فنيه بلجيكيه وكان ذكر السي هشام ديال راجل التيكي تاكا اللي كان هو داز معاك ونبل هذه النقطه بحكم انه هو تعيش في اوروبا تكلم على هذه النقطه انه ممكن انه في خضم انه الميركاتو الشتوي صعيب انك تجيب لاعبين ذو جوده عاليه خاصه الرجاء تنتكلموا على انه تحتاجوا 5 أو 6 لاعبين ممكن ان بعض اللاعب او جوج تجيبهم من البطوله مجربين او من شي دوري اللي هو قوي ديال شي لاعب اللي هو انتهى له شي عقد ولكن كاين بعض اللاعبين اللي هما قويين في الدوري البلجيكي في الدوره في الدرجه الثانيه وفي الدرجه الثالثه وحتى في فرنسا وحتى في البرتغال اللي تقدر انهم ممكن انه وصلوا لواحد المرحله من النضج ممكن ان ما شافوهمش بعض الفرقي وممكن ان الاسم ديالهم انه يسطع مع فريق الرجاء وبذلك انك تجيبهم ويقدموا الاضافه وبذلك الاسم ديالهم ثم غادي يكبر غادي يستافد الفريق وغادي يستافد اللاعب
والجمهور غادي يعجبو الحال بطبيعه الحال، ولكن حنا نركزو على بلجيكا. انا ما سمعت حتى شي رومور نهائيا على انه شي لاعبين من بلجيكا سواء كانوا بلجيكيين او كانوا اجانب تيلعبوا في الدوريات البلجيكيه فقصوا في الاقساط يعني الاقسام كامله. ما سمعناش نهائيا القضيه على العلم بانه بلجيكا ممكن ان على مستوى الدوري ماشي قويه، ولكن على مستوى تكوين اللاعبين واختيار اللاعبين عندها واحد السمعه اللي هي طيبه. ولات مدرسه دابا، ولات مدرسه هي مدرسه. وكاين عده دول اللي تبناو الطريقه البلجيكيه في تكوين اللاعبين. فبطبيعه الحال غيجي عندك لاعب اللي هو مكون، لاعب اللي يكون هو صغير في العمر وغيبرز معك بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف. وصراحه باش نكونوا واضحين، تنلقاو بين اللاعبين البلجيكيين اللي تكونوا في بلجيكا والنجم ديالهم صابع بزاف مع فرق اللي هي كبيره سواء في اسبانيا ولا في ايطاليا ولا في لونغلوتر، وخاصه لونغلوتر. دونك ما سمعناش هذه القضيه. وهنا فين ترجعوا للنقطه ديال انه واش الاداره التقنيه كيف ما قلتي انت في المقدمه واش هي مكلفه فقط في التقرير على غير على سعد الشابي. وهنا تنجبدوا شي الكلام ديال السي سعد الشابي ديال انه شكك في يعني في الكفاءه ديال المدير التقني بحكم انه كان تيعرفوا لانه الشغل في تونس. ترجع لنا الاسطوانه كذلك، لان هذا الشخص هذا ما عمرش حتى شي فريق اكثر من سنه، ممكن 6 أشهر 7 أشهر. هذا نقاش اللي هو مهم بزاف. حنا نمشيو لواحد النقطه اخرى داخليا. كاين السي هشام كيف ما قلت لك، كاين رجاوين اخرين داروا بعض المجهودات وعطاو لي ستاتيستيك، وما بغيتش انا نجبد الاسماء لان داك الشيء واضح وضوح الشمس بين اللاعبين اللي داخل البطوله اللي ممكن انك تجلبهم ويقدموا الاضافه. فهما عطاو هذه المعطيات وهي معطيات اللي هي واضحه. حنا نمشيو حنا بعد اخر. دابا حاليا مع لا تكنولوجيا والامور انها تطورت، كاين مواقع خاصه اللي هي بيان سور اللي شركات اللي هي الهدف ديالها هو التنقيب على اللاعبين وامداد الفرق باللاعبين يعني بالكاليتي ديالهم. تيدوك يكون داك الشيء واش اللاعب على حسب الاكسبيريونس ديالو شنو دو شنو دار، تعطيهم واحد المبالغ اللي هي ماديه في مقابل انك تقول لهم حنا بغينا لاعب بهذا البروفيل هذا، يكون السن ديالو كذا، يكون عنده تجربه كذا 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 كذا، ما تيكونش بانه تيتبليس بزاف، عنده واحد الحصيله اللي هي جيده، تنبغيو مثلا يكون الثمن ديالو ما بين هكا وهكا. وهما عندهم واحد الداتابيز اللي هي كبيره بزاف، ما بغيتش حنا نديرو الاشعار لهاد المؤسسات هادو. وتعطوك سور بلاس، تعطوك سور بلاس واحد اللائحه اللي هي كبيره للاعبين. يعني ما تحتاجش نهائيا انك تدخل عن طريق السماسير الوكاله، يعني تعرف ديك الساعه اللاعب، وعاد ديك الساعه انت تكونتاكتي الوكيل ديالو، ولا اللاعب ما عندوش وكيل تكونتاكتي اللاعب ديريكتومون. فانت تستافد انت من هذه القضيه. بلاتي شوف جعفر الله يحفظك، بغيت غنجاوب واحد السيد. مرحبا. الى سمحتي. السي شيماء، انا كنتعمد نقول السي شيماء، حنا عارفينك انت راجل، انت ماشي شيماء، انت داير فو كونت ودير اسم كذلك مغلوط. فاذا ما عندكش الشجاعه باش تبين حتى الشخصيه ديال تكون انت شكون، فما بالك تكون عندك الشجاعه ديال المواقف. انت ما عندك لا موقف لا والو، انت ملي كتدخل وكتقول سبحان الله الاتصالات فيها باك صاحبي دائما نفس الاصوات، اش كتقصد انت بهذا الكلام؟ انت بعدا ما عمرك طلبتي نهائيا انك تتصل، ما عمرك اتصلتي وما عندي بك علاقه وعارفك انت ودادي. اذا انت شنو الغرض ديال الغرض ديالك انك تخلق التشويش وتخلق المشاكل؟ سير اخويا راه كاين لايفات ديال فرقتك، سير تشارج فيهم. اش كدير عندنا حنا؟ انت هنا جي زعما بغيت نوض تخلويض مع الرجاويين، لا سبحان الله باك صاحبي حتى في اتصالات، سير بحالك. انا عارفك انت متبعني وعارفك انت ودادي شيماء، ودادي وراجل وفوكم وسير تعرات غادي نقول اكثر من سير بحالك. عطيني اتصال. تفضل خويا تفضل. أو شوف هو باش هو دابا اللي ما عارفش السيد هذا، حنا نقولوا كيف ما قلت انت السيد، هو انه هذا برنامج اللي هو خاص. اول حاجه ما عندوش دعم من الدوله ولا شي جمعيه ولا شي فلوس تطافي ولا هذا. ثانيا حنا شددنا على اكثر من مره انه كان تجي بعض التعليقات خاصه في المرحله اللي كان فيها الترشيحات، كانوا بعض الاشخاص اللي هما ساندين انيس محمود. حنا كنا يعني انا شاطر على راسي انا شخصيا، مني ما معاش القطب مازال ما معاش،
وكانوا تيديروا بعض التعليقات وكنا تنطلبوا منهم ارقام باش انهم يتصلوا ما كانوش يتصلوا حتى لحد الان دابا واحد يكتب بالرقم ديالو او انه يتصل طبيعة الحال السي يوسف بانه غادي يجاوب والله اخويا كنأكد لك كنأكد الاخوان اخويا جعفر الى اليوم غير اليوم ما توصلت بتشي تشي ميساج انا مولف معكم الشفافيه والوضوح ما عنديش مع داك التخربيق ولا نبغي نبان راه كاين اللي كيبغي يبانو كيبغي يكذبو يقول لك راه كثرت الاتصالات وغرقت وعييت سمحوا لي الناس راه كتصل عندي 1000 ميساج ما عندي لا 1000 لا غيره ما جانيش طلبات ديال الاتصال ها هو كنت فاتحه وكدير مع الاخوان اللي بغى يتصل يصيفط لي ميساج ما كاين مشكل بالنهار وندوزو انا نتصل به باش ما يبقاش داك لومبوتياج وشي كيدخل على شي ولكن ما جاني حتى حاجه اذا شنو كندير تنحاول ندوز الاخوان اللي انا كنعرفهم جوج ولا ثلاثه الناس ومن بعد كنفتح الاتصال كنمشي الواتساب كنشوف الجهه ديال ابل ملي كيبان لي شي واحد دار ابل في وقت اللايف كنعيط ليه كندوز وصافي راه هادشي اللي كاين دوزتي الناس وانت مازال ما فتحتيش الاتصالات غير حيت هو انسيت دوزتي يعني انت كنتي مازال ما فتحتيش مثلا على كل حال ماشي كنتمنى هاد السيد هذا يمشي يقابل الشغالات ويحسن ليه تفضل المهم يقدر يكون شي دري مازال صغير ولا شي حاجه هو ما عارفش بان السن ديالنا بانه راه كبير ما عرفش نزرعوا في هذه المسائل هذه تفضل تفضل كمل